خليفة بن ثاني النعيمي هنا أيضا مشاهدينا متابعينا الكرام، فهنيا لك على هذا الإنتاج الطيب على بركة الله والتوفيق. مشاهدينا متابعينا الكرام، شوط الختام للمشتركات لمسافة 1500 متر، ينطلق هذا الشوط بحفظا من الله ورعايته وتوفيق له متابعينه له مشجعينه بأمال كبيرة، وأولها ما أعرف هذه الأمال أمال مميزة تنطلق من خلف هذه الشعارات تسير مباشرة. الله يا راعي الرقاص، اصمد اصمد صمود الجبال، اصمد على المقدمة الأولى على صدارة هذا الشوط على المركز الأول هنا أيضا في هذا الانطلاق وفي هذا المسار الجميل. سالم بن محمد بن إداه المركز الثاني وصول وتقدم هنا أيضا من شعار علي بن غانم بن إداه المنصوري، ثالثا شعار بن شلبود المركز الرابع. الله شاهين شاهين محمد بن سويد من قشمال المنصوري، هكذا نتيجتنا هنا يا راعي الرقاص يا راعي الرقاص. هنا كم تتخبر عن مركاض الفطامين، اليوم انت في عمقه، اليوم مع البداية الأولى، اليوم إلى صدارة هذا الشوط. أصمد يا راعي الرقاص، 1500 متر المسافة للمشتركات وساعة وضعت في هذا الشوط. الله الله، سالم بن محمد بن إداه المنصوري من يقدم لنا الرقاص المركز الثاني، شاهين محمد بن سعيد بن قشمان المنصوري اللي خذ المركز الثاني، بن شلبوت على المركز الثالث، ولكن الرقاص وعصاف الابطان، الرقاص وعصاف الابطان بدون اوامر ولا شبه اوامر هنا على الصدارة على المقدمة. روح كانك بغيت التوقيت، روح روح كانك بغيت التوقيت، روح الى المقدمة الى الصدارة مع المركز الاول هنا في هذا المسار في هذا التحدي المثير والجميل. هنا تابع يا من تتابع، تابع هذا الرقص الجميل والمميز هنا بقدوم الرقاص، هنا بقدوم الرقاص سالم بن محمد بن إداه المنصوري. تهانينا والناموس على فوز الرقاص وحضوره إلى خط نهاية معلنا بهذا الفوز والتحدي المثير. مركز الثاني وصل الشاهين محمد بن سعيد من قشمال المنصوري، ثالثا هنا أيضا شعار علي بن غالب بن إداه المنصوري. توقيتنا دقيقتين و16 ثانية، دقيقتين و16 ثانية بالوفاء والتمام. ويلكم.